هذا مشكل ايضا كبير. شنو هي السمعه ديالنا؟ اي سمعه بغينا في الخارج؟ واش نقوموا باشياء حدثيه ومتقدمه وعندنا اشياء متاخره بزاف، وخلقنا واحد المشكل كبير في السمعه ديالنا في الخارج. انا قريت صحف وسمعت داكشي اللي قالت الامم المتحده، اذا هذا غلط كبير قبنا في المغرب. خص الناس يبداو يخمو شويه، تكون عندهم شويه العقل. هاد الناس اللي تيقوموا بهاد القرارات او تيشجعوا باش تكون هاد القرارات هذه او تكونوا موراها، او العداله حتى هي خصها تخمم وما تقومش بهاد القرارات، لانه القرار غلط كبير، لانه هذه صحفيه وتتقوم ديالها بحرفيه وتتقوم بالعمل ديالها بجديه، وعندها واحد الصحيفه اللي هي اخبار اليوم، وعندنا مشكل مع اخبار اليوم. اذا علاش هاد السيده هذه تدخل؟ باش يكون عندها واحد السمعه قبيحه بزاف وسيئه في الخارج. وانا تنظن بانه هذا غلط سياسي انساني تاع العدالي فين اي اتجاه شفناه، هذا غلط كبير. وخصنا ما نبقاوش نخموا بهذه العقليه القديمه اللي تنفوا فقط الدوله عندها الحق، الدوله دير اللي بغات، الهبه ديال الدوله. لا، ماشي هي هذه العداله، ماشي هي هذه الحريه اللي تنبغيو احنا لهذا البلد هذا. لا، الحريات احنا تنقوموا، عندنا واحد المؤسسه كبيره تدافع عن الحريات الفرديه وعن الحريات في المغرب. عندنا ثلاثه ديال المؤسسات، ثلاثه، كاين وزير تدافع على حقوق الانسان، وزير دوله، عندنا سي ان دي اش تدافع على حقوق الحريه، عندنا واحد سيد تلعب واحد الدور بينه وبين في الوزارات اللي تلعب حتى هو واحد الدور مهم في حقوق الانسان. ثلاثه، واحد العداله، وزير العداله، اربعه، ولا ماشي الله يخليك. احنا غير الكلام، هادشي كله خوار، هادشي ما خصناش منه، هادشي كله ما خصناش. لا تكون العداله تنطبقوها في المغرب، اي وزاره، اي انسان عنده الحق كيفما كان، كان عنده با ولا عنده يما ولا ما عنده حتى واحد، كان صحفي ولا كان حتى انسان في الزنقه ولا كان فقير ولا كان عنده الاموال، اذا خصو يكون نفس العداله تطبق عليه. كان المثال خصو يكون مثال ديال حقوق الانسان. اذا هذا الشيء غلط كبير، وانا تنظن بانه تنفسدوا السمعه ديال البلاد، وماشي فقط السمعه ديال البلاد، لانه تتهمني، ولكن اللي تهمني اكثر هي الحريات الفردية في المغرب، هي الحقيقة في المغرب، هي العدالة في المغرب. أنا تنديرها قبل من هذا الشيء، قبل من السمعة ديالي. السمعة ديالي لدت أنا إنسان وقمت بأشياء نظيفة وإنسانية وأخلاقية وحقوقية، وخا السمعة ديالي تقول عليها حاجة قبيحة في البلاد ما تهمنيش، ولكن لا غلطت أنا. إذا هنا تنعطي الناس باش يضربوني، تنهرس السمعة ديالي والسمعة ديال البلاد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.